قائمة MBS لرجال الأعمال المحلوبين 107 مليارات دولار هو قيمة الأموال والأصول التي استولى عليها ابن سلمان من معتقلي الريتز. في هذا الفيديو نسرد لك قائمة الريتز لرجال الأعمال العشرة الأكثر تضرراً من هذه الحملة. يأتي في المركز العاشر ناصر الطيار، المصنف كأقوى شخصية سعودية في مجال الاستثمار السياحي الخاص، تنازل عن معظم حصته في مجموعة الطيار للسفر والسياحة القابضة، والتي تمثل 60% من مجموع الحصص وتضم نحو 37 شركة متوزعة على عدة دول. يليه في المركز التاسع رجل الأعمال والعقار يوسف الأحمدي، الذي تنازل مرغماً عن جميع الصكوك العقارية التي يملكها في مكة والتي يقدرها البعض ب 630 مليون دولار. يليه في المركز الثامن صالح كامل، أحد أوائل المستثمرين في قطاعي الإعلام العربي والصيرفة الإسلامية، والذي دفع نحو 700 مليون دولار. أما المركز السابع فيحتله التاجر فواز لحكير، أحد مؤسسي مجموعة فواز لحكير، شركة تجارة التجزئة المعروفة والتي أنشأها مع إخوته عام 1990، والذي دفع ما نحوه 950 مليون دولار. ويأتي في المركز السادس محمد العمودي، ملياردير يعتبره البعض ثاني أغنى شخص في البلاد، وهو أكبر مستثمر في إثيوبيا، دفع مرغماً نحو 1.4 بالعشرة مليار دولار. يتربع في المركز الخامس عبد الرحمن محفوظ، الملياردير ورجل الاستثمارات الصناعية والبنكية، والذي أجبر على دفع 3 مليارات دولار. أما في المرتبة الرابعة فيأتي صالح الهبدان، مدير مؤسسة الراجحي، والتي بلغت قيمة التسوية المالية التي دفعها 3.9 بالعشرة مليار دولار. وفي المركز الثالث بكر بن لادن، رئيس مجموعة بن لادن، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في العالم العربي، والذي تنازل عن 36% من حصته وحصة أشقائه لصالح الدولة. أما المركز الثاني فهو لوليد الإبراهيم، مالك مجموعة MBC وقناة العربية الإخبارية، والذي تنازل عن 60% من حصته لصالح ابن سلمان. أما المركز الأول فيحتله بلا منازع الأمير ورجل الأعمال الوليد بن طلال، والذي دفع ما نحوه 2.3 بالعشرة مليار دولار، وتنازل عن مجموعة من الأصول غير المعلنة في الإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة. تعد الحملة التي أطلقها لابن المدلل الأسرع في التاريخ من حيث جمع الأموال لصالح فرد واحد، والأكثر تخويفاً لقطاع الأعمال والاستثمار، وهو ما جعل البيئة الاقتصادية في البلاد طاردة للاستثمارات.